أظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شخص خليجي وهو يعتدي على شرط بمدينة طنجة من خلال دفعه بطريقة وصفت بالمهينة محاولة في عراك معه وهو في حالة هستيرية. وحسب ما أوردته مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بمواطن من أصل سعودي اصطدمت سيارته نهاية الأسبوع الماضي بسيارة مواطن مغربي، وعندما حاولت عناصر الشرطة التدخل للقيام بواجبها قابلها تدخل عنيف من قبل المواطن السعودي الذي كان في حالة سكر طافح. حسب المصادر التي أكدت أن هذا السعودي حاول الاعتداء على الشرطي المشار إليه بالضرب. المصادر ذاتها قالت إن العناصر الأمنية أخضعت المعني بالأمر للكشف بواسطة الجهاز الرائد لمعرفة درجة السكر التي وصل إليها والتي كانت إيجابية، فيما لم تورد معطيات بشأن إيقافه والبحث معه بخصوص السلوك الصادر منه تجاه العناصر الأمنية.